السلام عليكم طلاب، شلون الصحة؟ إن شاء الله تكونون بألف خير. بإذن الله بالفيديو مال اليوم راح أعلمكم شلون ممكن تصنعون البوابة المنطقية نور من مجموعة من البوابات المنطقية ناند. الخريطة مالتنا مثل ما مضى هنا قدامكم بهاي الورقة، عندنا بهاي الدائرة راح نستخدم أربعة ناند. ليش؟ أنت لاحظت إحنا قدرنا نستخدم ثلاثة ناند عم نسوي أور. النور هي عبارة عن نوت للأور. ما معناته اذا يعني لحد هاللحظه لحد هاي النقطه اللي هنا انا عندي اور، اذا فوتها على نوت فاني ممكن اني احصل اور. هذا الشيء تكون تحطوه بالبال مالتكم انتم، بان النور هي عكس الاور. اعيد لكم اياها شباب، احنا هنا من هاي ومن هاي ومن هاي قدرنا هنا نحصل اور. النوت مال اور هي عباره عن نور. عندكم بهاي التجربه انا استخدمت اربع لوجيك جيتس، ما معناته هو الاي سي كله استخدمته. طرف رقم واحد واثنين صارت شورت واحد على الاف مئة من فايت عليهن الاي، هنا حيطلع لي اي بار اللي هي النوت مال اي. ال 12 و 13 صارت شورت واحد على الاخ، والاوت مالت من طرف رقم 11 حيكون هو البي بار اللي هو النوت مال بي. ال 3 و 11 اللي هي النوت مال اي والنوت مال بي، او الاي بار والبي بار، فوتتهن على ناند اللي هي الطرف رقم 5 و 6 من الاي سي مالتنا احنا. الاوت بوت مالته فوتها على ناند الاخرى قاعده تشتغل على اللي هي نوتس. اعيدها، اللي هنا هسه محصلين نوت نانا نوت. الناند ما بين تو نوتس هي عبارة عن اور. هنا اللي هنا نحصل اور. هاي الاور فوتتها على نوت، طبعا الناند اللي مالتها الطرفين ادخلتين شورت واحد على الاخ هي نوت. فهاي الاور انا فوتتها على نوت حصلت معدها نور. هذا الشيء احنا حنتحقق من عنده، حنشوف يا ترى هذا التروث تيبل مالتي يعني متحقق لو لا. التروث تيبل مالتي يعني ايش قاعد يقول؟ قاعد يقول بين الليد يضوي بس بحالة واحدة. حالة من هنا اثنيناتهم لوجيك 1 لوجيك 0. الانبوت الاي لوجيك 0 والبي كذلك لوجيك 0 يطلع لي اوت مالتي لوجيك 1. اما اذا اي حاله اخرى يطلع لي لوجيك 0. نجي نباع بالدائره مالتنا احنا. شوف عندي هاي الانبوتس مالتي يعني هذا هو الاي وهذا هو البي. حاليا ستياتن على لوجيك 0 فمالتي الليد قاعد يضوي، قاعد يعطيني لوجيك 1 مثل ما مالتي الجدول موضح. اذا بالله واحد لازم حولته على لوجيك 1، هذا شلته حطيته على لوجيك 1. لاحظتوا مالتي الليد طفى. بالله عكس، هسه هاي 1 0، بالله اذا جرب 0 1. اذا هيك مالتي الليد هم طافي. بالله اذا اثنيناتهم لوجيك 1 كذلك ما يعني الليد طافي. ليش؟ لان النور تكون لوجيك 1 بس بالحاله لما اثنيناتهم لوجيك 0 اللي هي هاي الحاله الاولى، اثنيناتهم احولهم على لوجيك 0 يلا ما يعني الليد يكون مشتغل. احب هم بس اقول لكم ترى احنا بهاي الدائره استخدمنا المصدر الثابت ابو 5 فولت على مود يغذي الدائره ما يعني كمصدر طاقه. مات الطرف السالب ربطها على طرف رقم 7، ومات الطرف الموجب هم ربطها على طرف رقم 14، هذين الاي سي يحتاجهم عمود يشتغل. عدا طرف رقم 7 وطرف رقم 14 البقيه كلهن عباره عن اطراف ادخال واخراج للناند جيتس مالتنا احنا. باذن الله فهمتوا علي بهذا الفيديو، اذا عندكم فد استفسار او فد شيء مو واضح اكتبوا لي بالتعليقات، باذن الله ما حقصر وياكم. يلا، تحياتي شباب، مع السلامه.